بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك بعنوان Genetics, Anatomy and Biochemistry of Behavior بنراجع فيها الفسيولوجي والبيوكيمستري وراء البيهيفير. كالسيناريو اللي هنبتدي بيها بتتكلم عن 26-year-old male has an 8-month history of auditory hallucination mainly of command, يعني بيسمع أصوات بتقول له اعمل حاجة. Delusions of grandeur and non-verbs of violent outbursts. Delusions اللي هي أفكار غلط وثابته جدا عنده إنه هو grandeur اللي هو العظمة, هو حد ما حصلش, وبيدخل في نوبات من العنف الغير الهدف, يعني فجأة بيبتدي يضرب ويكسر من غير ما حد يعمل فيه حاجة. Headaches occasionally with no clouding of consciousness with no prior history of psychosis. Psychosis يعني الحاجات دي اللي هي delusions والhallucinations ما كانتش جت قبل كده. There is no history of substance abuse, ما خدش مخدرات قبل كده. Febrile illness or any other significant medical complaints. Clinically he was in good general condition. He had bilateral papilledema. On examination of the eye of the fundus, there is edema of the optic nerve and no other focal neurological deficits, and was fully conscious. Mental status examination revealed disturbances in memory, higher cognitive function, especially in calculation. في مشاكل في العد, والبروفيرب انتربريتيشن اللي هو لما بيتقال له مثل مش بيعرف يقول ده معناه ايه. The remainder of the parameters were within normal limits. تمام, يبقى الـ على بعضه هو واحد بس بيسمع اصوات وبيقول كلام مش صح وهو متأكد منه. تمام, بندور على السبب, ايه السبب في ده, هل يا ترى محسود, هل يا ترى ايمانه ضعيف, هل يا ترى زعلان, هو ما كانش حقه يبقى زعلان. He was placed on antipsychotic medication by the psychiatric service with no response. خد دواء, خد الانتيسايكوتيك الدواء اللي مفروض بيتعطى في الحالات دي, ما اداش نتيجة. So that he was eventually admitted to the medical floor and a CT scan obtained. اتعمل له computerized tomography على البرين. المنظر كان كده. تمام, في هنا ماس عاملة obliteration of the ventricle. CT scan of the brain showed homogeneously enhancing mass lesion in the left lateral ventricle associated with ventriculomegaly, enlarged ventricle يعني, of that ventricle mass effect and midline shift. تمام, أسره إنه فيه ماس في البرين. There was immediate resolution of all his psychotic symptoms following the tumor removal operation. تعمل عملية شالت الماس, كل السيمتومز راحت, فيما معناه إنه وجود الماس في المكان ده هو اللي كان عامل السيمتوم دي. بنقول بس إنه psychiatric manifestation ممكن يبقى ليها كوز بأناتومي بباثولوجي ديتكتابل وممكن ان هو يتعالج, ده في بعض الحالات. قصدنا انه المينتال هيلث ايتيولوجيكال فاكتورز مش بس حاجه من دول ولكنها all of the above, لها اساس بيولوجيكال, ممكن يشارك فيه حاجات سوشيال, ممكن يشارك فيه حاجات سايكولوجيكال in different proportions, يعني في الحالات المختلفة ممكن يبقى أي واحد فيهم زيادة شوية, ولكن غالبا التلاتة بيبقوا موجودين, بيبقى في سبب عضوي بيزودوا أو يظهروا سبب اجتماعي أو ما. هنبتدي في learning outcome الأول اللي هو الجينيتكس, إزاي أي behavior, أي سمة من سمات الشخصية, أي مرض بيتورط.
اولا هي الحاجة بتتورث ولا لا، بيبقى هو ده السؤال الاولاني. والسؤال التاني بيبقى لو ان هي بتتورث بيبقى فين في الجينز بالظبط الحاجة دي ممكن تكون بتتنقل. فاول حاجة، اول نوع من الدراسات بيتعمل اللي هو Family Risk Studies. دي بتقارن ما بين وجود او نسبة وجود الديسوردر ده، لو انا مثلا بتكلم على مرض سكيزوفرينيا مثلا، نسبة وجود السكيزوفرينيا في الفاميلي دي مقارنة بنسبة وجودها في الجنرال بوبوليشن. تمام، لو ان انا لقيت ان هي السكيزوفرينيا موجودة في الريلاتيفز بتوع شخص معين كتير اكتر من الجنرال بوبوليشن، ده يقول لي ايه؟ مش هيقول لي انها جينيتكس، ولكن يقول انها قد تكون جينيتكس. ليه؟ لان ممكن حد يقول طب ما هي ممكن تكون الفاميلي دي شيرينج المرض ده، لان هم مثلا قاعدين في نفس المكان وبيتعادوا من بعض او بياخدوا توكسين في المية في اي حاجة، فبترفع بس البوسيبيليتي انه ممكن يكون في حاجة كومن في الناس دول، ممكن تكون جينيتك فاكتور. ان احنا بنعمل حاجة اسمها توين ستاديز او ادوبشن ستاديز، بنحاول فيها نفرق او نبعد اثر البيئة عن اثر الجينز او الوراثة. التوين ستاديز احنا عارفين انه في حاجة اسمها ايدنتيكال توينز، اللي هم بيبقوا شيرينج نفس البويضة ونفس السبيرم، هي نفس الزيجوت واتقسم، فبيبقوا شيرينج ليهم نفس الجينيتك ماتيريال بتاع زي بعض، فاللي هما بيبقوا شكل بعض بالظبط. ولكن الفراترنال توينز دول سيبرت ايجز فيرتلايزد باي سيبرت سبيرمز، كل واحده ايج مختلفه بسبيرم مختلف بجينيتك ميك اب زيهم زي اي اخوات، فتقريبا بيشاركوا بعض نص الجينز. يبقى الفرق بينهم انه دول الجينيتكس بتاعتهم واحده في حاله الايدنتيكال توينز، ولكن الفراترنال توينز الجينيتكس بتاعتهم ابعد. ايه الكومن بينهم؟ الكومن بين النوعين التوينز دول ان هما شيرينج ذا سيم انفايرمنت لو اتربوا مع بعض، لان هما من وهم انترا يوتراين في نفس الانفايرمنت. طيب الفروق بينهم هنعرف ازاي بتوضح او بتفرق بين الانفايرمنت والجينيتك بوزيشن. الحاجة التانية هي الادوبشن ستاديز، بجيب شخص ادوبتد، وده بالذات لان هم بيكيب فايل، في فايلز ودوكيومنتس لكل شخص، مين هي الفاميلي اوف اوريجين او البيولوجيكال بيرنتس ومين هم الادوبتيف بيرنتس، فبقدر اعمل مقارنه بين العيله دي والعيله دي. بنقول في التوين ستاديز اول حاجه ادوبشن ستاديز يوزنج مونوزايجوتيك توينز، المونوزايجوتيك اللي هم كانوا جايين من نفس الزايجس اللي هم بويضه واحده فيرتلايزد by the same sperm. يبقى using monozygotic twins or dizygotic twins reared in the same or in different homes are used to differentiate the effects of genetic factors from environmental factors. يعني بنجيب اللي هم المونوزايجوتيك دول، يبقى هم كده متساويين في الجينيتكس. لو اتربوا بعيد عن بعض، دول في فاميلي فيها سكيزوفرينيا ودول في وده التاني في فاميلي ما فيهاش، يا ترى هيجيله ولا مش هيجيله؟ بالمقارنة دي أنا كده بعدت الـ environment عن الـ genetics أو فصلتهم. ونفس القصة بالنسبة للـ dizygotic. If there is a genetic component to the etiology, a disorder may be expected to have higher concordance rate in monozygotic twins than in dizygotic twins. لو قارنت بس concordance rate اللي هو قد ايه انه الاثنين بيجي لهم نفس الديسوردر في نفس الوقت، يعني الاثنين يبقوا سكيزوفرينيك في نفس الوقت، يعني لو عندي مثلا 100 مونوزايجوتيك توين، ايه النسبه ان الاثنين يبقوا سكيزوفرينيك في نفس الوقت؟ يبقى هو ده الكونكوردانس ريت. بقارنه بان هم
البوسيبيليتي في الداي زيجوتيك ان هما الاثنين يجي لهم سكيزوفرينيا في نفس الوقت، لو انه ال في جينيتك كوزيشن عالي انا هبقى متوقعه انه الكونكوردانس ريت في المونوزايجوتيك اللي هم شيرنج السيم جينز هيبقى اعلى من الدايزايجوتيك. دي حاجه مثلا بتتكلم على سيميلاريتي اوف انتليجنس، قد ايه الاخوات او الناس هتبقى شبه بعض في معدل الذكاء. بنقول انه اعلى حاجه قريبه من 100% لو ان هم identical twins reared together، لو جبت identical twins وربتهم في نفس البيئة غالبا معامل ذكائهم هيبقى تقريبا واحد، ليهم نفس معامل الذكاء. لو نفس identical twins ولكن انا ربتهم بعيد عن بعض في ظروف مختلفة، في بيئة nourishing وفي بيئة تانية لا، الفرق بينهم هيبتدي يظهر، مش هيبقوا زي بعض بالظبط زي الحالة السابقة. لو ان انا جبتهم fraternal twins reared together، اخوات عاديين متربيين مع بعض، لو قارنت بقى الاخوات العاديين المتربيين مع بعض بالidentical twins المتربيين مع بعض هلاقي فرق، اللي هو الكولا من الاصفر اللي في الاول بالكولا من الازرق الثالث، لا في فرق. يبقى هنا الفرق بين دول ودول، يعني دول ودول مشاركين في الانفايرومنت تقريبا، ولكن الفرق انه دول اللي هما الاصفر دول شيرنج الانفايرومنت والجينز، لكن الازرق شيرنج الانفايرومنت بجينيتك شيرنج اقل، ده يقول انه في امباكت اعلى للجينيتك فاكتور في ريجاردنج معامل الذكاء. طيب بعد كده بندخل، لو خلاص قلنا انه اغلب الظن انه الحاجه اللي انا disorder اللي انا بتكلم عليه ده لا له genetic factor، بيجي السؤال اللي بعد كده فين على الجينز، فين اي جينز هي اللي بتنقل disorder ده. فده بيجي بقى هنا دور molecular studies اللي هي بتعمل associating disorders with markers on chromosomes. دي أرقام الكروموزومز اللي لقوها associated بالسكيزوفرينيا، ودي أرقام الكروموزومز اللي كانت associated بالبايبولار disorder في different studies. فين بقى على الكروموزوم ده بالظبط؟ بنفتكر بس كده انه الصورة اللي على شمالنا الازرق ده الاكس ده هو الكروموزوم، الاصفر اللي جواه اللي هو العامل زي السلم الحبال دوت الدي ان ايه. الدي ان ايه ده عبارة عن سلسلة من الجينز، كل حتة منه بتبقى جين. لو اتنقلنا للرسمة اللي على اليمين برضو الاكس الموف هي كانت الكروموزوم، جزء منه لو فردناه هيديني منظر الدي ان ايه ده، حتة من الدي ان ايه بتتسمى جين لانها بتقوم بانتاج بروتين معين بيؤدي وظيفة معينة، هو ده الجين. ده كان عن الجينيتكس. الحاجة التانية اللي بنقول عليها، طيب الجينيتكس هتعمل لي ايه؟ زي ما عرفنا انه الجينز بتطلع بروتينز، هتترجم في صورة، في صورة اول حاجة اناتومي. زي ما احنا عارفين من ثانوي ومن الفسيولوجي انه النيرفس سيستم بيتقسم لسنترال وبريفرال. السنترال عبارة عن البرين والسبرين، زي هنا كده السنترال نيرفس سيستم برين وسباينال كورد، واللي على اليمين البريفيرال اللي هو نبتدي اول حاجه في البرين هنتكلم على السيريبرال كورتكس بتاعته، وبنقول ان هي ممكن تتقسم اناتوميكال، لها تقسيمه هيستولوجيكال ولها تقسيمه فانكشنال. اناتوميكال بتتقسم للوفس زي ما احنا عارفين فرونتال وتمبرال وبارايتال واوكسيبيتال وليمبيك لوفس،
الليمبيك لوب ده هو الميديال اسبكت contain الميديال بارتس اوف ذا فرونتال والتمبرال والبارايتال لوب، وفيه الهيبوكامبس، الاميجدلا، الفورنكس، سيبتم، بارتس اوف ذا ثالاموس اند سينجوليت جايروس اند ريليتد ستراكشرز. دي التقسيمه الاناتوميكال. في تقسيمه باي اركيتكتشر، دي التقسيمه بتاعت الهيستولوجي على حسب اللايرز بتاعتها. في تقسيمه تانية فانكشنال على حسب الارياز، كل اريا بتدي فانكشن ايه. دي تقسيمه اللوبس، الاصفر طبعا الفرونتال، الاخضر اللي بعده هو البارايتال، الازرق اللي ورا ده الاوكسيبيتال، والسيمون ده التمبرال لوب. ده الميديال اسبكت بتاعها يعني من جوه، يعني زي ما احنا عارفين البرين عامل زي ما يكون مثلا ايه كورتين، كل سريبرال هيمسفير او يعني نص كوره يمين ونص كوره شمال. من جوه بقى لو انا قطعت من جوه فصلت الكوره من النص هيبان لي الميديال اسبكت ده اللي فيه الليمبك سيستم بالستراكشرز بتاعته. ده الفانكشنال ارياز اللي هو بقسم السريبرال كورتكس على حسب كل اريا ايه الفانكشن اللي هي بتعملها. وده محتاجين ان احنا ايه نراجعه من الفسيولوجي. بنقول انه التو سريبرال هيمسفيرز دول كونكتد من النص بالحاجات دي، كورباس كالوزا، الانتير كوميشر، هيبوكامبال كوميشر، والهابنيولار كوميشر. Functions of the hemispheres are lateralized بمعنى انه مش هما الاثنين بيأدوا نفس الفانكشن بالظبط. نصين المخ، النص اليمين والنص الشمال، مش بيأدوا نفس الفانكشن بالظبط. في حاجات common وفي حاجات different. الحاجات الكومن اللي هما السنسوري والموتور كنترول، كل هيمسفير بتكنترول الاذر سايد اوف ذا بودي. زي ما احنا عارفين السنسوري ستيمولس من الرايت side of the body والموتور كنترول of the right side، ده اللي هتعمله الليفت هيمسفير والعكس. ولكن في functions تانية lateralized بمعنى ان كل واحدة بس من الهيمسفيرز هي اللي بتختص بيها اكتر. بنقول في الدوميننت هيمسفير اللي عادة بتبقى الليفت هيبقى فيه speech والlanguage والcomprehension، هيبقى فيه analysis وcalculation، هيبقى فيه time and sequencing، recognition of words, letters and numbers. يبقى ده هتبقى وظائف الليفت. الرايت بالإضافة لقولنا sensory والموتور control بتاع الليفت side of the body، هيبقى فيها functions اللي هي الكرياتيفيتي، الإبداع، spatial ability، المقدرة المكانية، الكونتكست perception، اني اقدر افهم في سياق، القط السياق، المعنى من السياق، الـ recognition of faces, places and objects. ده كانت الحاجات اللي بتعملها بيقولوا انه في فرق بين الميل والبرين، الميل والفيميل برين شوية في بعض الاناتومي وبالتالي الفانكشن بتاعته. الومن may have larger corpus callosum، الكوميونيكيشن بين التو هيمسفيرز احسن، larger corpus callosum anterior and anterior commission and appear to have better inter hemispheric communication than men. الوصله بين التو هيمسفيرز احسن، في حين انه في الرجاله spatial tasks بتبقى احسن، الحاجات المكانيه. ومن هنا طلعت قصة انه سوقت الرجالة احسن من سوقت الستات، لان هم تقديرهم للاماكن والمسافات وكده بيبقى احسن. لو شفنا دي صورة كوميونيكيشن اللي على شمالنا اللي هو اللي كله الكوميونيكيشنز اللي فيه بالكحلي، ده الميل برين. بنقول ان most connections run between the front and back parts of the same brain، متوصل قوي في نفس الهيمسفير من قدام لورا. وده ممكن يفسر لي better spatial skills and motor control in men،
يبقى على الشمال ده شكل الكوميونيكيشن في المين برين. الفيميل برين بقى ده اللي على اليمين بنلاقي الكوميونيكيشن اكتر بين التو هيمسفيرز، رايحه جايه بين الرايت والليفت هيمسفير. وقالوا ان ده بيفسر ان هم احسن في الفيربال سكيلز والانتويتيف ابيليتيز، الانتويشن اللي هو الحدس، اللي هي الحاجات اللي تعرفها وانت مش قادر تقول ده بسبب واحد اتنين تلاتة، هي جت كده، انا حاسة كده، اللي هما قالوا دي الحاسة السادسة او حاجة زي كده. طبعا الكلام دوت له ما له وعليه ما عليه يعني، ولكن دي البيزكس. تحت الاناتومي برضو بنقول انه كل مكان من البرين له فانكشن، ولو ان المكان ده حصل فيه ليجن هيحصل ديستربنس في السايكولوجيكال فانكشن فيما يتسبب في سايكاتريك ديس اوردرز، زي ما في الفسيولوجي كنا عارفين انه حتت معينة لو كانت افكتد هيجيني باراليسز او هيجي لوس اوف سنسيشن، نفس القصة بالنسبة للسايكولوجيكال فانكشن. نيوروسايكاتريك افكتس اوف برين ليجنز اون بيهيفير، هنبتديها حتة حتة. الفرونتال لوبس ان جنرال، لو المشكلة في الدوميننت لوب هيحصل ديبريشن، لو في النون دوميننت هيحصل مود اليفيشن اللي هي حاجة اقرب للإيليش، حد مبسوط كده من غير سبب. الدورسولاترال فرونتال اللي هي فوق وبره دورسولاترال هتعمل difficulties with motivation, concentration, attention, orientation and problem solving. الاوربيتو فرونتال اللي هي بقى الفرونتال لوب من تحت اورب اللي هو الحته اللي مغطيه الاوربت، هيعمل لو فيها ليجن هتعمل difficulties with judgment, inhibition, emotion, personality changes. inhibitions اللي هي انه حد يتحكم في دوافعه، انا مثلا متضايقه من حد عايزه اضربه، مش دايما بيبقى مناسب ان انا ممكن اضربه، ممكن حد ده مثلا يبقى حد مهم ولو ضربته هترفض من الشغل، هترفض من الكلية، يعني whatever، فبيبقى مش socially acceptable ان انا اضربه. يبقى مش دايما بتبقى كل حاجة بتجيني لازم اعرف انفذها في وقت ما، فساعات كتير بيبقى مطلوب ان انا اعمل inhibition للimpulse دي لانه مش وقته ان هي تتنفس. في حالات لما بيحصل orbito frontal lesion الانهبيشن ده بيبقى فيه مشكلة وتحصل حاجة اللي هي بسميها الامبلسيفيتي، بيتصرف باندفاع، اللي بيجي على باله بيعمله بغض النظر عن هو سوشيالي ابروبريت ولا لأ، الوقت بتاعه مناسب ولا لأ. فده اللي بيدي كمان الحاجات اللي هي بنقول عليها personality changes، تغير في الشخصية. حد كان مثلا حد وقور جدا وهادي وحليم، لا ببتدي لاقي ان هو لا ابتدى يبقى اجريسيف، بيهرج في 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 اماكن مش صح، بيعمل تصرفات مش صح. ده كله مشكله في الاوربيتو فرونتال. البروكاس افيزيا هتطلع لي لو انه الاريا بتاعت السبيتش بقت افكتد في الفرونتال لوب في الدوميننت هيمسفير. الفرونتال لوب ده بالنسبة للنيورولوجي كانوا بيسموه السايلنت لوب، لأنه هو أي ليجن في الفرونتال لوب مش هيديني باراليسز ولا impaired sensation، ولكنه أكتر responsible عن السايكولوجيكال functions. لو حصل الليجن في التمبرال لوب إيه اللي هيحصل؟ هيحصل impairment في الميموري، psychomotor seizures اللي هي epilepsy attacks بتتميز بمش convulsions ولكن بpsychological changes، changes in aggressive behavior، ال behavior بتاعه بيبقى عنيف زيادة، أو inability to understand language، ده لو إنه الحتة بتاعت ال speech في temporal loop هي اللي affected، وهنا بنسميها ال vernix aphasia أو بنسميها ال perceptive aphasia اللي هو مش عارف يفهم الكلام.
الليمبيك لوب ليجن هيديني بور نيو ليرنينج. الليمبيك لوب في الحتة بتاعت الميموري، فالحاجات الجديدة مش هقدر ان انا اتعلمها واسجلها. implicated especially in Alzheimer disease. في الالزهايمر ديزيز بتبقى مشكلتي هنا. لو ليجن في الهيبوكامبس هيعمل حاجة اسمها كلافر بوسي سيندروم، ده بيبقى فيه decreased aggression، حد ما هواش عنيف، ما هواش عدواني، العدوانية بتاعته بتقل، sexuality بتزيد، والاورالتي، الاورالتي ان انا كل حاجة حطها في بقي، دوت بتاع الهيبوكامبس. الاميجدلا لا، دي لها دعوة بالفير، فاللي بيحصل لو في فير، لو في اميجدلا ليجن هيقل الكونديشن فير. كونديشن فير اللي هو ايه؟ الفير اللي انا متعلمه، يعني مثلا متعلم انه لو مثلا شفت كلب بشكل معين بخاف، لانه اتعلمت كذا مرة ان الكلب الشكل ده بيعض وبيبهدل. لو عندي مشكلة في الاماجدلة لما اشوف نفس الكلب ده معطف، فهو ده معنى decrease condition fear، fear response. problem recognizing the meaningfulness of facial and vocal expressions of anger. ما بفهمش ان اللي قدامي غضبان من شكله ومن صوته، ما بفهمش. ده لو حاجة في parietal lobe lesion هتعمل لي الفيجوسباتيال انفورميشن بروبلم. خلاص، بمعنى ان انا cannot copy assembly line drawing. لو عندي شكل هندسي مش هقدر ان انا اعرف انقله. او ممكن neglect the numbers on the left side when drawing a clock. يعني لو ان انا بنقل ساعة، الحاجات على left side مش هنقلها لو انه عندي right side lesion. تاني حاجة impaired processing of verbal information. cannot tell left from right. Example math, name figures, name fingers or right. ده اللي بيسميه Gerstmann syndrome لو في الدوميننت ليجن. occipital lobe lesion هيعمل لي حاجات لها علاقة بالفيجن mainly. هيحصل visual hallucination and illusion، شايف حاجات مش موجودة، او بيتخيله ان هو برضو حاجات شايفها وهي مش موجودة، او illusion ان هي الحاجات الموجودة بيشوفها حاجات تانية. يعني مثلا في حبل هشوفه تعبان، في ستارة هشوفها عفريت. تاني حاجة inability to identify camouflaged objects، يعني زي الناس اللي هي بتتنكر كده، حد مثلا لبس شنب ولبس طاقية خلاص انا مش هعرفه، زي المسلسلات القديمة كده، او توصل لـ complete blindness طبعا على حسب الـ severity بتاعت الليجن. الهايبوثالاموس ده له علاقة بالـ eating والـ sexuality والـ temperature control، فممكن يعمل لي hunger ويديني obesity لو الليجن في الventromedial nucleus، او على العكس يعمل loss of appetite وتدي weight loss لو في اللاترال نيوكليس. ممكن تدي effects على sexual activity والbody temperature regulation. يبقى كله على حسب انا الليجن مأثر لي على الانهي نيوكليس او انهي بارت اللي بيقوم باي function. reticular system lesion هيعمل لي مشكلة في sleep wake mechanisms، زي مثلا decreased REM sleep اللي هو rapid eye movement sleep، او يعمل لي مشكلة في consciousness. مشاكل البيزل جانجليا برضو هتبقى على حسب هي الليجن فين. لو الليجن في السبستانشا نيجرا هيعمل لي باركنسونز، لو في الكوديت والبيوتامين هيعمل هانتينغتون كوريا، لو في الكوديت هيعمل توريت سيندروم. طيب بندخل على حاجة تانية مهمة وهي الميموري. الميموري دي سايكولوجيكال فانكشن، مين اللي بيقوم بيها
بنقول انه بيقسم الميموري الى سب تايبس، وكل سب تايب في اريا معينه هي اللي بتقوم بيه. بيقسمها لاكسبلسيت وامبلسيت. دي الميموري سم. اكسبلسيت اللي هو ظاهر، ديكلاراتيف، الحاجات اللي انا ممكن اعمل لها ريتريفد، يعني لو اسالك فيها هتعرف تفتكرها كونشسلي. خلاص، يبقى دي المقصود بالاكسبلسيت ميموري. الامبلسيت ميموري بسميها نون ديكلاراتيف، ما هياش، ما اقدرش اصرح عنها. دي حاجات بتبقى unconscious، دي زي how to perform an act. يعني مثلا لو جيت سألتك دلوقتي، هو احنا بنربط رباط الجزمة ازاي، مش هتعرف تقولها لي بشكل كلام 1 2 3، لكن لو في حين ان انت لو قلت لك اربطه هتربطه على طول كأكت، يبقى انت عارف تربطه ازاي بس مش قادر تقوله بصورة conscious وبتعمله على طول unconsciously. بنرجع نقسم الاكسبلسيت والامبلسيت دول. فالاكسبلسيت بترجع تتقسم لابيسوديك وسيمانتيك، والامبلسيت بتتقسم لبروسيجرال ووركينج ميموري. بنفرق بينهم بقى من حيث الاسوشيتد اناتومي واللينس اوف ريكول وهما بيستخدموا في ايه. فنبتدي واحدة واحدة. الديكلاراتيف اللي هي الاكسبلسيت او الكونشس، دي هتتقسم لابيسوديك وسيمانتيك زي ما قلنا. الابيسوديك دي حاجة ليها علاقة بالايفنتس، زي يقول ايه كده، ايه زي ما في المسلسل بنسميها الحلقة الكذا الحلقة الكذا، كل واحدة فيها بتحصل احداث. فبالضبط الابيسوديك دي انا مثلا في اليوم الفلاني حصل كذا وفلان قال وفلان عاد، دي اللي هي personally experienced events، زي مثلا كلنا ايه امبارح. دي الاسوشيتد اناتومي بتاعها بيبقى temporal loop. فين في temporal loop؟ medial، بالاضافة للاماكن التانية. دي lens of recall هم كلهم احنا عندنا 4 subtypes، 3 منهم long term وبس الشورت تيرم هي الوركينج. طيب تاني نوع في الديكلاراتيف اللي هي السيمانتيك تايب اوف ميموري، اللي بسميه سيمانتيك. السيمانتيك دي بتتكلم على الجنرال نوليدج، الحاجات اللي ملهاش علاقه بيا انا، زي مثلا عاصمه الولايات المتحده ايه، اي حاجات اللي هي معلومات عامه، يبقى هي دي السيمانتيك. associated anatomy بتاعها لا، دي بس بتبقى في التمبرال لوب في inferolateral part من، وبرضو زي ما قلنا long. النوعين التانيين بتوع non-declarative اللي هم procedural والworking. procedural اللي هي ازاي بعمل act، زي ما احنا قلنا كده، ازاي بربط رباط الجزمة، ازاي بفك الانبوبة، ازاي بعمل اي حاجة، ازاي حتى بسوق. يبقى البروسيجرال اللي هي about things you do automatically، زي how to tie your shoes زي ما قلنا. دي المكان بتاعها فين؟ المكان بتاعها في الحتت اللي لها علاقة بالموتور function، اللي هم السيربيلم، بيزال جانجليا، والسبليمنتري موتور اريا. يبقى دي الارياز اللي responsible عن النوع ده من الميموري. برضو زي ما قلنا هي long term زي الباقيين. الوحيدة short term هي working subtype من non declarative اللي هي working memory، آخر type بنتكلم عليه. مكانها في prefrontal cortex، language and visual association areas. دي ال underlying anatomy بتاعها. قلنا هي دي الوحيدة اللي short term. دي الحاجات اللي بتبقى متخزنة لفترة قصيرة وانا بشتغل فيها، يعني لو عملنا سيميوليشن بشاشة الكمبيوتر، دي الحاجات اللي بتبقى على الشاشة قبل ما اعمل لها سيف. دي لها علاقة بقى بريسنت انفورميشن، زي الفون نمبر جاست اوبتيند فروم ا نيو اكوانتنس، مقابل واحد وبيقول لك على رقم تليفون حالا حالا، ده في ساعتها وانت لسه في مخك، هي دي الوركينج.
autonomic nervous system ده جزء تاني من النيرفس سيستم. ده بيتقسم لسيمباثيتك وباراسيمباثيتك وانرفيتس الانترنال اورجانز. وظيفته بالنسبه لنا ان هو كوردينيتس ايموشنز وذ فيزيرال ريسبونسز. ايه اللي بيخلي ان انا لما ازعل مثلا او اخاف او اتضايق انه السيمباثيتك هو اللي بيبقى ستيميوليتد، قلبي يدق بسرعه، اعرق، نفسي يزيد، او انه في ساعات تانية خضه مختلفه ممكن تنبه عندي البارا سيمباثيتك. Visceral responses occurring as a result of psychological stress are involved in the development and exacerbation of some physical illnesses. كل responses دي سواء sympathetic أو parasympathetic لو إن هي بقت بشكل pathological ممكن هتبقى هي السبب تحت الphysical illness يتوجد أو يزيد. زي مثلا لو إن أنا under stress على طول ممكن يجيلي peptic ulcer أو hypertension أو يعني حاجات في السياق ده. تالت learning outcome معانا النهاردة اللي هو synapses و neurotransmitters، حاجات أكتر مرتبطة بالفسيا. Information in the nervous system is transmitted across synaptic cleft اللي هو space between the axon terminal of the presynaptic neuron with dendrite of the postsynaptic neuron. يبقى بنقول انه البرين عامل زي تاني نقول زي الكمبيوتر، بدل السلوك او كده، لا هنا الانفورميشنز بتتنقل من حته لحته عن طريق من نيورون لنيورون عن طريق السينابس. يبقى بري سينابتك نيورون بيبقى عندي سينابتك كليفت وبعدين بوست سينابتك نيورون. When the presynaptic neuron is stimulated, neurotransmitter is released, travels across the synaptic cleft, and acts on receptors on the postsynaptic neuron. Neurotransmitters are excitatory if they increase the chances that a neuron will fire, وبتبقى inhibitory لو ان هم decrease these chances. طبعا الحاجات دي بتبقى اسهل قوي لو ان احنا شوف ودي لينكس بتاعت دياجرامز وفيجرز وفيديوز بتوضح السينابتك ترانسميشن. ياريت نشوف. Presynaptic and postsynaptic receptors are proteins present in the membrane of the neuron that can recognize specific neurotransmitters. يبقى بنقول انه في حاجة اسمها neurotransmitters اللي هي الموصلات العصبية، دي مواد كيميائية ليها receptors معينة عاملة زي كل مفتاح لازم يدخل في المكان بتاعه. لما نيوروترانسميتر بيبايند مع الريسبتور بتاعه ده هيأكتيفيت سيستم تاني اللي هو ما بنسميه سكند ماسنجر. يبقى بنقول when stimulated by neurotransmitters, postsynaptic receptors may alter the metabolism of neurons by the use of second messengers which include cyclic adenosine monophosphate اللي هو الcyclic AMP، lipids زي الdiacyl glycerol، calcium ions أو nitric oxide. يبقى دول كلهم أمثلة للsecond messenger. مفهوم مهم قوي هو مفهوم neuronal plasticity. البرين شكله بيتغير، الاناتومي بتاعه بيتغير. اللي بيتغير فيه ممكن الريسبتور نمبر او افينيتي. افينيتي اللي هي قد ايه هي قابليتها تو بي اتاتشد للنيوروترانسميتر. فعدد الريسبتورز الافينيتي بتاعتها بتتغير، كميه النيوروترانسميترز بتتغير، كل ده هيأثر لي على ريسبونسيفنس اوف نيورونز. طيب ده رسمة من اللي كنت بقول لكم بتوضح السيجنال ترانسدكشن، سيجنال ترانسميشن اللي هي من نيورون لنيورون تاني، والترانسدكشن اللي هو السيريس اوف ايفنتس اللي بتحصل جوه البوست سينابتك نيورون.
فبنقول لو اللي هم الأشكال السداسية الصفرة دي ده النيورو ترانسميتر اللي جاي، أو بسميه ليجند أو بسميه برايمري ماسنجر، هيوصل للريسبتور اللي هي عاملة زي اللي بالموف ده. لما هيبقى النيورو ترانسميتر هيبقى اتاتشد للريسبتور بتاعه، ده بنسميه ريسبتور ليجند بايندينج. دي اول خطوه في السيجنال ترانسدكشن، هيحصل تبتدي تحصل تغيرات في البوست سينابتيك نيور. ايه التغيرات بقى اللي هتحصل دي؟ هيحصل انه هيبتدي سيجنال ترانسدكشن فيا سكند ماسنجر، هتبتدي تاكتيفيت سلسله من السكند ماسنجرز. السكند ماسنجر اكتيفيشن ده هيعمل لي حاجه من اتنين، يا اما يعمل لي سيلولار ريسبونس على طول اللي هي 3، او يعمل لي يروح للنيوكليوس بتاعه السيل اللي فيها الدي ان ايه، ويبتدي يعمل تشينجز في الجين اكسبريشن. الدي ان ايه موجود عليه كل الجينز بس ما هيش شغاله بصفه مستمره، هي بتشتغل بس لما بيجي حاجة تفتحها أو تقول لها اشتغل. ممكن من الحاجات دي إنه يبقى فيه السيجنال ترانسدكشن اللي احنا بنقول عليه ده. يبقى ممكن النيورو ترانسميتر لينكد للريسبتور يأثر لي على الجين اكسبريشن. بيقسموا النيورو ترانسميترز تقسيمة على حسب الكيميكال ستراكشر بتاعها الى بيوجينيك امينز، امينو اسيدز، وبيبتايدز. بيوجينيك امينز زي الدوبامين، النوربينفرين، سيروتونين، هيستامين، اسيتايل كولين. الامينو اسيدز زي الجلوتاميت، الجابا اللي هي جمع امينو بيوتيريك اسيد او جلايسين. بيبتايدز زي الانكيفالين والاندورفينز والداينورفينز والاندومورفينز. ريجوليشن اوف نيوروترانسميتر اكتيفيتي، كنا قلنا قبل كده انه النيوروترانسميترز concentration in the synaptic cleft is closely related to mood and behavior، وهو ده الحاجة المهمة قوي اللي احنا عاوزين نوصل لها في الاخر، انه انا بنبسط او بزعل ردا على سبب او حتى من غير سبب، ممكن يكون نتيجة تغير concentration بتاع بعض النيوروترانسميترز في بعض الاماكن. Number of mechanisms affect this concentration، هو الconcentration بتاع النيوروترانسميشن ده مش ثابت، لا مش ثابت، لانه النيوروترانسميشن ده بيفرز وبعدين يعمل شغله وبعدين مفروض ان هو يبقى removed. تغيرات في اي خطوة من دول ممكن تزود لي secretion او تقلل الافكت بتاع النيوروترانسميتر. فبنقول انه after release by the presynaptic neuron, neurotransmitters are removed from the synaptic cleft by mechanisms including ان يحصل لها reuptake by the presynaptic neuron، يرجع presynaptic neuron ياخدها تاني، او يحصل لها degradation تتكسر by enzymes زي monoamine oxidase enzyme. طيب بنقول metabolites of monoamines and associated psychopathology، عشان نقول لكم انه في بعض النيورو ترانسميترز لما بتبقى بتزيد او بتقل ده بيبقى اسوشيتد بمشكلة معينة سايكاتري، زي تغيرات في الدوبامين. الميتابولايتس بتاعت الدوبامين اللي هو الهوموفانيليك اسيد بيزيد في السكيزوفرينيا والسايكوزيس وبيقل في الباركنسونز ديزيز وفي التريتمنت بالانتي سايكوتكس. نوربينفرين ده الميتابولايت بتاعه في الفانيلين مانديليك اسيد VMA، او اللي بنسميه المهبك اللي هو 3 ميثوكسي 4 هيدروكسي فينايل جليكول. VMA لما بيزيد ده بيبقى في الادرينال ميدالا تيومر في كروموسايتوما، او لما بيقل ال 3 ميثوكسي 4 هيدروكسي فينايل جليكول ده بيعمل بيبقى موجود في السيفير ديبريشن والاتنتد سويسايد. سيروتونين على سبيل المثال بيقل
السيروتونين اللي هو بسميه الفايف هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، بيقل في حالات السيفير ديبريشن، في الاتمتد سويسايد، في الاجريسيفنس والبيهافير، في الامبالسيفنس، توريت سيندروم، الكحول مسيوز، والبوليمي. حقيقه ان السيروتونين انفولفد قوي في كتير من السايكاتريك ديس اوردرز، عشان كده هنعرف انه الحاجات اللي بتاثر على السيروتونين هتبقى ميكانيزم بتاعت ادويه كتير عندنا. سايكاتريك كونديشنز برضو اسوشيتد وذ نيورو ترانسميتر اكتيفيتي، عندي مثلا الدبريشن زي ما قلنا قبل كده اسوشيتد بديكريز النور ابينفرين والسيروتونين والدوبامين. المانيا العكس، زياده الدوبامين او نقص الجابا. السكيزوفرينيا برضو الدوبامين فيها زياده والسيروتونين او ديستوربد جلوتامات. انكزايتي بيبقى الجابه فيها قليله، سيروتونين قليل، وعلى العكس النور ابنفرين زياده. الالزهايمر دي المشكله بتبقى في الاستايل كولين انه قليل او الجلوتامات كتير. نبتدي نتكلم بتفصيل اكتر على كل نيورو ترانسميتر او الحاجات اللي بتعنينا اكتر يعني في السيكاتري. اول حاجه الدوبامين. الدوبامين ده بيتعمل من التيروزين، في وجود التيروزين هيدروكسيليز انزيم هيديني الدوبامين. له ريسبتور سب تايبس كتيره، بنقول من دي 1 لدي 5. دي 2 دي السايت اوف اكشن بتاع التراديشنال انتي سايكوتيك. دي 1 ودي 4 as well as D2 for the newer اللي هي الاتيبيكال antipsychotics. الدوبامينرجيك تراكتس برضو بنقول دوبامين من الحاجات المهمة قوي بنتكلم عليها كتير في السايكاتري. النيجروسترايتال تراكت في كذا دوبامينرجيك تراكت. نيجروسترايتال involved regulation of muscle tone and movement. هيحصل لها ديجنريشن في الباركنسونيز. تريتمنت وذ انتي سايكوتيك ويتش بلوك البوست سينابتيك دوبامين ريسبتور ريسيفنج انبوت فروم النيجروسترايتال هتدي باركنسون لايك سيمبتومز. يبقى بلوك للنيجروسترايتال تراكت او انه الاكتيفيتي بتاعتها تقل، ده بيحصل من نفسه في الباركنسونيز او بيحصل لما انا بدي انتي سايكوتيك، لان احنا هنقول بعد كده انه كل الانتي سايكوتكس بتبقى بشكل او باخر بتقلل الاكتيفيتي بتاعت الدوبامين. فانا لو اديت انتي سايكوتيك ده بيبقى من السايد افكتس بتاعتها اللي هي باركنسونيان لايك سايد افكتس، يبقى ده هنا الشغل على النيجروس. تاني دوبامينرجيك تراكت اللي هي تيوبرو انفانديبولار تراكت، دي اللي بتشتغل to inhibit secretion of prolactin من الانتيريور بيتيوتري. يبقى الدوبامين هو اللي المفروض بينهبت السكريشن بتاع البرولاكتين. بلوكج تو دوبامين ريسبتورز زي مثلا برضو بالانسايكوتيك اللي انا بديها، البريفنت الانهبيشن ده هتتسبب في انه البرولاكتين هيزيد، هتعمل جلاكتورية لبن، يعني بتبقى حتى بتبقى حاجات يعني مفزعة للعيان انه مثلا بنت صغيرة وابتدى يبقى فيه ملك في البريست. This elevation in turn result in symptoms such as breast enlargement, galactorrhea, sexual dysfunction في الميلز. يبقى ده كله effect على supra-infundibular tract. تالت dopaminergic tract بنتكلم عليها هي الميزولمبك ميزوكورتيكال تراكت، دي اللي هي associated بالسايكوتيك disorders. This tract may have a role in the expression of emotion since it projects into the limbic system and prefrontal cortex. Hyperactivity في الميزولمبك تراكت ده associated with positive symptoms اللي هي زي الهلوسينيشن والديلوجن of في الاسكيزوفريني. Hypoactivity للتراكت دي associated with negative symptoms زي الاباثي سكيزوفريني. دي رسمة للتراكس دي اللي بالاخضر دي النيجروسترايتال، دي طالعة من السبستانشيا نيجرا وراحة للسترايتم.
دي قلنا ليها موتور كنترول، mainly D2 receptors. السيل ديس فيها، او لو انا عملت انتاجونيز بانسايكوتيك هيعمل الباركنسونز ديزيز. التراكت التانية اللي هي بالاحمر دي الميزوليمبيك ميزوكورتيكال، يبقى دي طالعة من الميد برين وراحة للليمبيك سيستم او للسريبرال كورتكس، من طالعة من الفنترال تجمنتال اريا في الميد برين للليمبيك سيستم او للفرونتال كورتكس زي ما قلنا. موتيفيشن اند ايموشنال ريسبونس، ريورد اند ادكشن، ودولت الفانكشنز بتاعتها. هايبر اكتيفيشن هتعمل لي السكيزوفرينيا، ودي دي 3 ريسبتورز. اللي بالازرق دي التيوبرو انفانتيبولار باثوي اللي هو طالع من الهايبوثالاموس للبيتيوتري، ده مفروض ان هو بيعمل انهيبيشن للبروتين للبرولاكتين، بلوكج لدي 2 ريسبتورز هتعمل لي الهايبر برولاكتينيميا. بلوكج ده زي ما قلنا ممكن يتم بالانتي سايكوتكس. ننقل على تاني نيورو ترانسميتر هنتكلم عليه اللي هو السيروتونيرجيك. دي السيروتونيرجيك سيل بوديز بنقول معظمها are contained in the dorsal raphe nucleus in the upper pons and lower midbrain. يبقى مصدرهم من الرافي نيوكليوس في الابر بونس واللور midbrain، وده الاماكن اللي بتروح لها. السيروتونين ليفل اسوشيتد بايه؟ لو زاد السيروتونين ده هيبقى اسوشيتد بامبروفد مود وسليب، واحد هينام احسن وهيبقى مزاجه احسن. هتقلل السكشوال فانكشن، يعني لما السيروتونين هيزيد هيبقى اسوشيتد بديكريز ذا سكشوال فانكشن، بارتيكولارلي هتعمل لي ديليد اورجازم. طيب لو ان هو زاد قوي فيري هاي اليفيشن في السيروتونين ليفلز ده هيعمل لي سايكوتيك سيمتومز زي ما قلنا هلاوس او ضلالات ديلوجنز اور هالوسينيشنز. هتقل لو قل السيروتونين ده هيبقى اسوشيتد ببور امبلس كنترول، معوش هقدر اتحكم في الدوافع بتاعتي، هبقى في حته اندفاعيه، هيبقى اسوشيتد برضو بالدبريشن وبور سليب. ازاي بيتعمل السيروتونين؟ بنقول بيتعمل من التريبتوفان والانزيم، هو التريبتوفان هيدروكسيليز والامينو اسيد دي كاربوكسيليز هيدوني السيروتون اللي هو زي ما قلنا برضو اسمه الفايف هيدروكسي هنا بقى انتي ديبريسانس لها دعوه كبيره قوي بالسيروتون او كلاس مهم من الانتي ديبريسانس. الهيتيروسايكليك انتي ديبريسانس دي مجموعه من الانتي ديبريسانس متسميه لانها بتتكون من كذا بنزين رينج كذا سايكل، فعشان كده بنسميها الهيتيروسايكليك، يا اما تراي سايكليك 3 بنزين رينجز، يا اما تترا اللي هم 4 بنزين رينجز. في مجموعه تانية اللي هم السيلكتيف سيروتونين اند سيلكتيف سيروتونين انهيبيتورز او سيروتونين اند نور ابنفرين ري ابتيك انهيبيتورز، اللي هم اختصارا بسميهم اس اس ار اي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور او اس ان ار اي سيلكتيف نور ابنفرين سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور، ما بتبقاش سيلكتيف بقى، سيروتونين نور ابنفرين ري ابتيك انهيبيتورز. وفي المونو امين اوكسيديز انهيبيتورز كلهم في الاخر ثلاث مجموعات من الانتي ديبريسنت دول بيقللوا لي البريزنس اوف سيروتونين اند نورابينفرين ان ذا سينابتيك كليفت، بيزودوا البريزنس اوف سيروتونين لان هم بيقللوا الري ابتيك. فالسيروتونين المفروض ان هو بعد ما بيتفرز هيتاخد تاني في البري سينابتيك نيورون، هو ده اللي بنسميه الري ابتيك. المجموعات دي من الانتي ديبريسانت بتمنع ري ابتيك، فبتخلي لي السيروتونين موجود لمده اطول في السينابتيك كليفت. الهيتيروسايكليك اند ديبريسانت والسيروتونين نورابينفرين ري ابتيك انهيبيتورز هات بلوك الري ابتيك اوف سيروتونين اند نورابينفرين، والاس اس ار ايز زي الفلوكستين اللي هو البروزاك
selectively block the reuptake of serotonin by the presynaptic neurons. الماو هتشتغل بطريقة تانية ان هي هتمنع الديجراديشن دي ماو ان هي احنا قلنا ان في حاجة انزيم اللي هو اسمه المونو امين اوكسيديز ده بيكسر المونو امينز ومنها السيروتونين فبيقلل برضو وقت وجوده في السينابس فانا لو كسرت اللي بيكسر يبقى انا كده بزود وجود النيورو ترانسميتر في السينابس. دي الرسمة اللي على الشمال دوت السينابتك بري سينابتك نيورون اللي على اليميني ده البوست سينابتك نيورون وبينهم السينابتك كليفت. في البري سينابتك نيورون زي ما قلنا التريبتوفان هيتحول لسيروتونين هيتحط في المولكيولز دي مفروض ان هو لما تيجي الامبلس هيبقى سكريتد للسينابتك كليفت بعد ما يبقى سكريتد مفروض يروح يشتغل على النيورو ترانسميترز في البوست سينابتك نيورون وبعدين يبقى ري ابتيكن تاني للبري سينابتك نيورون او يكسر بالمونو امين اوكسيديز. يبقى دي الرحلة بتاعة النيورو ترانسميتر. ايه اللي بيحصل؟ ممكن انا زي اعمل ايه دراجز يعني ممكن الماو انهيبيتور اللي هي مونو امين اوكسيديز انهيبيتور دي نوع من الانتي ديبريسنت هتمنع الماو هتمنع الديجراديشن بتاعة السيروتونين فهيزيد او في دراجز تانية بتشتغل على السيروتونين اللي هي الحاجات بتاعة المجرين وكده سوماتريبتان ده مش موضوعنا هنا. في النوفل انتي سايكوتكس بتشتغل على تايب 1A ريسبتورز الاتيبيكال انتي سايكوتكس برضو هتشتغل اللي هي النوفل على ال 2A وال 2C ده بيبقى associated ب سايد افكتس معينة. الكلومبرامين مثلا اللي هو اسمه تحت خالص ده من التراي سايكليك انتي ديبريسنت وده هيمنع الري ابتيك. تالت حاجة بنتكلم عليها اللي هو النور ابينفرين تالت نيورو ترانسميتر من المونو امينز ده كاتيكولامين plays role in mood anxiety, arousal, learning and memory. بيتصنع من الدوبامين بواسطة الدوبامين بيتا هيدروكسيليز ويطلع لي النور ده بنقول انه السيلف اوريجين بتاعته عادة في اللوكاس سيريوليوس في البرين ستيم وهيطلع يغذي لي كل المناطق دي في البرين. دي مقارنة بين النوربينفرين باثويز والسيروتونين باثويز بنقول ان هما بيطلعوا من البرين ستيم الاثنين بس واحد من اللوكاس سيريوليس واحد من الرافين نيوكلياي وبيغذوا تقريبا كل الاماكن في البرين. رابع حاجة اللي هو الهيستامين. الهيستامين ده ايثايلامين affected by psychoactive drugs برضو. ازاي؟ histamine receptor blocked with drugs such as antipsychotic and tricyclic antidepressant is associated with common side effects. هو الهستامين حقيقة انا مش بقصده يعني ده ملوش دور في الدبريشن ولكن الدراجز ما بتبقاش ذات specific بمعنى ان هي ما بتبقاش targeting التارجت اللي انا عايزاه بس لا في زي collateral damage او collateral affection لبعض الريسبتورز التانية اللي منها الهستامين ولما هتعمل له انتاجونيزم او بلوكج هيديني سيديشن هيديني انكريز ابيتايت هيديني الويت جين. يبقى ده سبب السايد افكتس اللي بتعملها الدراجز. حاجة تانية اللي هو الاستايلكولين. الاستايلكولين ده كواترناري امين الترانسميتر used by nerve skeleton muscle junction. nerve skeletal muscle junction ده اللي بيستخدم فيه الاستايلكولين. degeneration في الكولينرجيك نيورون هيبقى associated مع بالزهايمر ديز داون سيندروم movement and sleep disorders.
الكولينرجيك نيورون سنسيتايز استايلكولين من الاستايل كوانزيم A اند كولين يوزنج انزيم كولين استريز. يبقى ده عن السنسز بتاعه. النيوكليوس بيزاليس اوف ماينورت از ا برين اريا انفولفد ذا برودكشن اوف استايلكولين. استايلكولين استريز هو اللي بيكسر الاستايلكولين لكولين واسيتات. طيب blocking the action of acetylcholine esterase، لما اوقف اللي بيكسر يبقى انا بزود الاسيتيلكولين. دي حاجه زي الدومبيزيل اللي هو الاريسبت، ده اسم دواء، او الريفاستيجمين اللي هو الاكزيلوم، او الجالانتامين. كل دولت may delay the progression of Alzheimer's disease but cannot reverse the function that already lost. يعني دي بستخدمها في الالزهايمر ديزيز عشان تبطئ لي البروجريشن، مش ان هي هتبقى هتوقفه تمام، لا، هدي هتبريزيرف الاسيتيلكولين لمده اطول، فه يشتغل احسن، يديني ميموري احسن، يقلل لي معدل التدهور في الالزهايمر. بلوكيد اوف ماسكارينيك استايلكولين ريسبتور العكس بقى، with drugs such as antipsychotics. يبقى antipsychotics من ضمن الحاجات اللي بتعملها بلوكيج الاستايلكولين ريسبتورز. برضو ده مش قصدي، ده بيحصل حاجة بتحصل unavoidable وبتتسبب في side effects. ايه بقى side effects؟ يبقى قلنا انه الانسايكوتكس والترايسايكليك انتي ديبريسانس بتعمل بلوكج للماسكارينيك استايلكولين ريسبتورز، results in classic anticholinergic adverse effects. زي ايه؟ زي الدراي ماوس، blurred vision، urinary hesitancy and constipation. Use of these agents can also result in central anticholinergic effects زي الconfusion والmemory problems. يبقى دي side effects من الانسيكوتيك والانتيدبريسنت نتيجة بلوك للاستايلكولين ريسبتورز. حاجة تانية، علشان انا لما استخدم انسيكوتيك بتعمل بلوك للاستايلكولين ريسبتورز فبتعمل لي كده. في انسايكوتكس تانية باللي بتعمل مينلي بلوك للدوبامين، قلنا اللي هيبقى ليها سايد افكتس الباركنسونيان لايك فيتشرز، فدي انا لو حصلت هعالجها ازاي؟ هعالجها بالانتيكولينرجيك ايجنتس، هستخدمها تو تريت الباركنسون لايك سيمتومز كوزد باي انسايكوتيك ايجنتس. في علاقة يعني الباثولوجي في الباركنسونيزم عكس السايكوزيس. السايكوزيس بنقول السبب زيادة الدوبامين، في الباركنسونيزم نقص الدوبامين. ده الكولينرجيك نيورو ترانسميشن من وقت السنسز لغاية ما بيبقى هنا في الفيزيكلز، هتطلع هيبقى ريليز، هيتكسر بالاستايلكولين استريز. في نوعين من الريسبتورز، ماسكارينيك ونيكوتينيك ريسبتورز. ده الكولينرجيك نيورو ترانسميشن. طيب الرسمة اللي بالأزرق اللي فوق على يمنا ده برضو بريسينابتيك نيورون وسينابتيك كليفت والبوست سينابتيك نيورون. ليه حاجة بتطلع استايل كولين؟ يبقى كل الفيجرز والجرافز دي بتبين senses and release of acetylcholine الكولينرجيك نيور. تمام. الامينو اسيد نيورو ترانسميترز احنا قلنا زي الجلوتاميت والجابا والجلايسين. اول حاجه فيهم الجلوتاميت، دي مفروض ان هي الاكسيتاتوري نيورو ترانسميتر اللي في البرين، contributes to the pathophysiology of neurodegenerative illness زي الالزهايمر والسكيزوفرينيا.
Mechanism of this association involves activation of the glutamate receptor in methyl D-aspartate, اللي هي بنسميها NMDA receptors, by sustained elevation of glutamate. يبقى بمعنى انه زيادة الجلوتاميت هي stimulate NMDA receptors, ودي اللي هتعمل لي degeneration, whether ان هو هيبقى في شكل الزهايمر او في السكيزوفرين. Such activation results in calcium ion entering neurons, leading to nerve cell degeneration and death through excitotoxicity. دي اللي بسميها excitotoxicity. Excessive excitation بتدي toxicity و death للسل. الميمانتين ده NMDA receptor antagonist ultimately blocks this influx of calcium and is indicated for patient with moderate to severe Alzheimer disease. تاني neurotransmitter في البيوجينيك أمين اللي هو الجابا. الجابا ده mainly inhibitory neurotransmitter. الجلوتامate glutamic acid decarboxylase والفيتامين بي 6 as a cofactor هتتحول للجابا جمع amino butyric acid. ده من ناحية السنسز. الجابا is closely involved in the action of anti-anxiety such as the benzodiazepines والبربيتوريتس. الاثنين هيزودوا الافينيتي اوف جابا اور اتس جابا بايندينج سايت allowing more chloride to enter the neuron. كده بعمل انهبيشن للنيور. Chloride laden neurons become hyperpolarized. لو نفتكر في الاكشن بوتنشال لما الكلورايد اللي هي النيجاتيف ايونز بتدخل للسيل اكتر ده بيعمل لي hyperpolarization وانهبيتد decreasing neuronal firing and ultimately decreasing anxiety. برضو الانتي كونفالسانس برضو بوتنشيت الاكتيفيتي اوف جاب. دي جراف بيوضح البنزودايزابين ميكانيزم اوف اكشن. مجموعتها الاخيره اللي هي نيوروبيبتايدز. في حاجه اسمها الاندوجينوس اوبيويدز. اوبيويدز بتتعمل جوه الجسم فبسميها اندوجينوس اوبيويدز زي الانكيفالين والاندورفين والداينورفينز والاندومورفين. موجوده في البرين نفسه. They act to decrease the pain and anxiety and they have a role in addiction and mood. The placebo effects may be mediated by the endogenous opioid system. The placebo effect ده بنقول انه suggestion ان انا لو اديت عيان حباية مفيهاش اي active ingredient في 30% من الحالات هتدي response. ده اللي بسميه placebo effect. ده ال النيوروبيبتايز دي انفولفد في الميدين بتاع البلاسيبو افكت ده. فبنقول انه prior treatment with an opioid receptor blocker such as naloxone can block placebo effects. لو خدته الريسبتور الاوبيويد ريسبتور بلوكر ده اللي هو نالوكسون مش هيبقى فيه بلاسيبو افكت. طيب ترابب بنقول ان behavior is affected by genetic anatomic and neurotransmitter changes. يبقى بنقول انه البرين زي ما بيكونترول الموتور behavior والسنسيشن برضو بيكونترول البيهيفير سواء العادي اللي هو السيكولوجي او الديس اوردرز اللي فيه. نقول اسئلة. نقول مثلا 23-year-old patient shows side effects such as sedation, increased appetite, weight gain while being treated with antipsychotic medication. ايه النيوروترانسميتر الانفولفد؟
The mechanism most closely associated with these effects is blockade of serotonin receptor, dopamine receptor, ولا norepinephrine receptor, ولا histamine receptors. طبعا الإجابة الصح هي blockade of histamine receptors. In a clinical experiment, a 48-year-old female patient with chronic pain who in the past has responded to placebos is given naloxone. Shortly thereafter, the patient is given an inert substance, inert يعني مادة خاملة ما بتعملش حاجة, سكر أو أي حاجة, that she believes is a painkiller. قلنا لها إنها painkiller. After the patient receives the inert substance, her pain is almost likely to increase, decrease, be unchanged, respond to lower doses of opioid than previously, ولا fail to respond to opioid in the future. لا طبعا لما بدي حاجة النالوكسون بيبوظ البلاسيبو افكت, فبالشكل ده لو اديتها حاجة inert البين بتاعها مش هيت. دي references بتاعي. Thank you.